وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من استديوهاتنا في مدينة مصراتة المحلل السياسي مصطفى المهرج. سيد مصطفى، مساء الخير. كيف تابعتم المظاهرات التي خرجت في مدينة بنغازي، وهل هناك أسباب لها غير سوء الأوضاع المعيشية؟ بديت أرحب بك أخي الكريم ومشاهدي قناة التناصح. عندما رأينا مطالب الناس من الناحية أنهم يريدون أساسيات الحياة، وأن الوضع هناك مأساوي أكثر من طاقة تحمل الناس، في البداية قلنا أن هذه مظاهرات طبيعية ناتجة من حاجة الناس ووضعها المعيشي المأساوي. ولكن عندما يتمعن الشخص في هذه المظاهرات أكثر، تجد أن يا إما هذه المظاهرات موجهة أو أن هؤلاء الناس مغفلين، لأن ببساطة شديدة الوضع المأساوي الذي تعيشه المنطقة الشرقية، وخاصة أنا أتحدث هنا على ما هم يطالبون به وهو الوضع المالي. الكل يعلم ماذا فعل المجرم خليفة حفتر وأبنائه، كيف استنزفوا الأموال الموجودة في المصارف، كيف تعيش الحاشية التي تحوم حول المجرم الإرهابي حفتر وتخدمه، كيف تعيش في رفاهية ووضع معيشي مرفه بشكل خرافي. إذن المطلب هنا يطلب من المجرم حفتر الثني وعقيلة صالح، أو ما تبقى من البرلمان برئاسة عقيلة صالح في المنطقة الشرقية، لا يملكون شيء يستطيعون تقديمه للمواطن، ولا يملكون شيء طيلة المدة الماضية. كل ما يحدث هو تحت سيطرة المجرم حفتر. إذن عندما نجد أن المطالبة أو توجيه الاتهام موجه إلى عقيلة صالح أو ما تبقى من البرلمان هناك، وموجه إلى عبد الله الثني، هنا نشك في أن هذه المظاهرات عفوية، أو قد تكون عفوية وقد تم توجيهها بنجاح، لأننا المدة الماضية سمعنا أن هناك توترات بين عقيلة صالح وكذلك المجرم حفتر، وأن عقيلة صالح أصبحت تحت حماية الروس، وقد يكون عقيلة الآن أصبح يتحرك من دون أن يرجع لمشورة أو أخذ التعليمات من المجرم حفتر كما هو السابق، لأن كلهم كانوا يعملون تحت إمرة المجرم حفتر. إذن هناك أمور غامضة الحقيقة. أيضا لاحظنا بروز عناصر من يطلب تابعة لحفتر لا يملكون بدمويتها في هذه المظاهرات. لاحظنا إذا كنت قد سمعتني، لوحظ في الاحتجاجات اختراق عناصر تابعة لحفتر، عناصر بارزة ومعروفة بدمويتها. لماذا برأيك تبرز هذه العناصر في الاحتجاجات؟ تبرز هذه بروز هذه العناصر، ومن أبرزها المدعو الجالي الذي يعتبر عنصر أساسي ورئيسي من عصابة المجرم الورفلي. هذا يدل على أن هذه المظاهرات إن كانت حتى عفوية قد تم اختراقها وتوجيهها بنجاح، حتى لا تخرج شعارات ضد المجرم حفتر، وأن كل هذا الوضع المأساوي هو بسبب عقيلة صالح والثني، وأن الحل يكمن في تفويض الإرهابي حفتر والجيش كما يدعون هم لقيادة البلاد، وقد يكون هذا بسبب انفلات عقيلة صالح من تحت إمرة حفتر، لأن مثل ما ذكرت لك يشاع أن عقيلة صالح أصبح تحت حماية الروس، ويتحرك الآن ليس بمشورة حفتر بل بأجندة تعتبر نوعا ما خاصة به وبمن يستخدمه في هذه الفترة. فتوجيه هذه المظاهرات هل يمكن ضد عقيلة صالح والثني هو بمثابة ضربة لي
نعم، يعني هل يمكن أن تكون نعم المظاهرات، حتى هناك من يقول أنها لم يتم توجيهها بل هي بالأساس من مفتعلة من قبل حفتر وجماعته لضرب شرعية المفاوضات كما يقال التفاوضات السياسية وتخريبها في جنيف وفي سويسرا وفي المغرب من أجل أن يسعى لإسقاط المجلس النواب طبرق وحكومة التني أيضا؟ نعم أخي الكريم، يعني هذا يعني المشهد أظنه هو الأقرب، ولكن إذا وضعنا حتى فرضية أن هذه المظاهرات عفوية أو أن هذه التظاهرات كانت ستخرج لأن الناس الآن وصلت إلى مرحلة جوع، يعني هناك من لا يستطيع أن يوفر الخبز، ولا أتحدث عن المواد الغذائية الأخرى أو الدواء، ويعني وظف الوضع العام حتى وإن كانت مثل ما ذكرت لك عفوية تم اختراقها بسهولة، لأن هناك شيء مهم جدا جدا جدا، المجرم حفتر أغرق الكثير من الناس في الدماء وفي السرقات وفي النهب، كل منطقة أو كل حي سكني في بنغازي على الأقل تجد فيه من 100 إلى 200 شخص تورطوا في عملية الكرامة وأصبح لديهم خصومات، منهم من قتل ومنهم من سلب أرزاق الناس ومنهم من استولى على بيوت الناس، هؤلاء يرون أن أي ضرر تصاب به الكرامة سوف تكون نهايتهم، هذه هي المشكلة، هؤلاء الناس سوف يستميتون على الإبقاء على الكرامة، وهؤلاء الناس يستطيعون توظيفهم بكل سهولة، حتى إن خرج شيء عفوي يخرج هؤلاء وهم من يوجه المشهد وهم من يحرك الناس إلى يعني ورفع شعارات معينة، لأن ليس هناك عاقل يقول أن الثني لديه ما يمكن فعله لحل أزمة في مدينة بنغازي أو حتى أزمة في منطقة في مدينة بنغازي، لأنه لا يملك شيء وجميع المدخرات استنزفها المجرم حفتر وزبنيته، والكل أصبح الآن شاهد على أملاك الناظوري، وكذلك كل العصابات مثل قعيم والعياد الفسي أو بولغيب أو غيرهم من هؤلاء المجرمين، كل هؤلاء الآن أصبحوا يملكون الكثير في مدينة بنغازي، وأصبح المواطن الطبيعي العادي لا يستطيع أن يجلب قوت يومي. إذا هل تتوقع انتهاء المظاهرات إلى القمع أم استمرارها في انحراف مسارها حتى تنتهي بصالح حفتر؟ يعني ضمان أن مدينة بنغازي قد يعني تسير في توجه معين، هذا لا يستطيع أحد أن يضمنه، الانفلات متوقع، وقد هو يسعى لشيء والله سبحانه وتعالى يدبر شيء آخر، هذه الخطوة مهما كانت أو إن كانت موجهة أو غير ذلك لكنها تعتبر مشجعة، تعتبر هناك بعض الناس فعلا أو الكثير من الناس فعلا يعانون الويلات، قد يستثمرون هذا المشهد وفعلا يسعون لتغيير الوضع، أو قد يعني يسعى حفتر لضرب عقيلة صالح وفي نفس الوقت يعني يفتح على موضوع تصدير النفط، بحيث يعني أن يقوم مصرف ليبيا المركزي بعد هذه الخطوة بتخفيف الأزمة مثلا منظومة أرباب الأسر أو مثل هذا الشيء، ولكن الانحراف عن المسار إن كانت هذه المظاهرات موجهة هذا شيء منطقي جدا، وأتوقعه أن يحدث في مدينة بنغازي، لأن المسألة اليوم نحن نتحدث عن جوع، نتحدث عن أناس لا يملكون ثمن الخبز، أناس لا يستطيعون توفير أدوية ضرورية لبقائهم على قيد الحياة.